خلينا كعادتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الأول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية. امبارح أيضا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. سيادة الرئيس اطلع خلال هذا الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تعالوا نروح نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تطرق اللقاء لمجمل الأوضاع الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وعلى النحو اللي بيحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الإفريقية الشقيقة. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج، واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير احمد فهمي ان الرئيس اطلع خلال الاجتماع على اهم نتائج المشاركه المصريه في اعمال الشق رفيع المستوى للدوره 79 للجمعيه العامه للامم المتحده، واللي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنيه بالقضايا الاقليميه والدوليه، وعلى راسها قمه المستقبل اللي تبنت ميثاق دولي يهدف لتعزيز اطر الحوكمه العالميه عبر تطوير واصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لا سيما في مواجهة التحديات الراهنة على أصعدة السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا. امبارح ناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التطورات الأخيرة اللي بيشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيراً إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مع بذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته. كما شدد مجلس الوزراء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، مؤكداً رفض مصر لأي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية. كمان امبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ما عرضه وزير الزراعة بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024-2025 ليكون 2200 جنيه للأردب بجودة 23.5 و2150 جنيه للأردب جودة 23 و2100 جنيه للأردب بجودة 22. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدد من القامات الفكرية لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، ورحب رئيس الوزراء بالقامات الفكرية الكبيرة المتواجدة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى حرصه منذ تشكيل الحكومة الجديدة قبل 3 أشهر على عقد لقاء للتحاور حول الأمور التي تخص الشأن العام عقب اجتماع مجلس الوزراء، وده بحضور السادة الصحفيين ممثلي الصحف المختلفة، وفي بعض الأحيان التشرف بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، مؤكداً أن مثل هذا اللقاء يساهم بصورة كبيرة في تعريف مختلف المواطنين بوجهة نظر الحكومة في العديد من القضايا المهمة، وتوضيح ما يواجه الدولة من تحديات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه التحديات، ده إلى جانب الرد على استفسارات الرأي العام وما يثار وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في العديد من القضايا. امبارح التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على أمن واستقرار القارة الإفريقية، وأيضاً مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.